منتدى شباب العالم كانت فكرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفكرة أثبتت نجاحها بعد ما شفناها وخلصت فعلا. أثبتت نجاح التجربة وأبهرت العالم. خرجنا بقرارات وتوصيات من الرئيس عبد الفتاح السيسي. إزاي نقدر إن إحنا نفعل هذه القرارات على أرض الواقع؟ هتكون هي دي فقرتي النهاردة في 90 دقيقة. معايا النائب الأستاذ طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، صقر محمد صقر طالب وأحد المشاركين في المنتدى، ندى الحوتي إحدى المشاركات أيضا في منتدى شباب العالم. مساء الخير، برحب بيكم. أهلا وسهلا. أهلا، أبتدي مع حضرتك أستاذ طارق. عايزة أعرف، وحضرتك طبعا توضح للسادة المشاهدين، أهم القرارات والتوصيات اللي خرجنا بيها من منتدى شباب العالم واللي قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن يعني التوصيات جاءت في الجلسة الأخيرة وجاءت معبرة عن فحوى ما جرى في الجلسات وما دار من نقاشات بداخلها. يمكن التوصيات يعني تقريبا حوالي 10 توصيات كان بدايتها مع تحويل المنتدى إلى مركز دولي معني بالحوار بين شباب العالم. أيضا كان في توصية أخرى مهمة جدا بتوجيه رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية إلى ضرورة تحويل. معلش أسأل حضرتك على هذا المركز. هو سيادة الرئيس قال أنه هيبقى كل سنة في الوقت ده صحيح هيقام المنتدى. صحيح. لكن مركز بقى إزاي؟ المركز ده هيكون معني باستمرار التواصل، يعني يكون هذا المؤتمر هو نواة رئيسية يمكن من خلالها إطلاق استمرار التواصل ما بين الحضور وما بين الحضارات. بالضبط، وما بين الحضارات المختلفة بشكل عام بغرض استمرار هذا الحوار والبناء عليه وكسر ما يسمى صراع الحضارات. الهدف الكبير من هذا المؤتمر هو ازاي ان احنا نقدر نخلق من هذا الجيل الجديد جيل الشباب انه يكون قادر على يغير. يعني الحضارات تكمل بعضها. بالزبط. بدل ما يبقى في صراع. بالزبط. واختلاف. صحيح. اضافه لده انه كان في توصيه اخرى مهمه جدا متعلقه ب تفعيل ما أسفر عنه نموذج المحاكاة المتعلق بمجلس الأمن. وإحنا النهاردة توجيه رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية بأنها تتواصل مع المنظمة الدولية للأمم المتحدة ومع مجلس الأمن الدولي في إمكانية إقرار هذه التوصيات. أعتقد ده أمر في غاية الروعة في ضمان تنفيذه. حضرتك في بداية الحلقة أو في بداية الفقرة تتكلمي كيف ننفذ هذه التوصيات، وجزء من تنفيذ هذه التوصيات هو إقرارها من المنظمة الدولية، وبالتالي تكون محل اهتمام المجتمع الدولي وإمكانية تحقيقها وتنفيذها على أرض الواقع. كمان كان من ضمن التوصيات هو إنشاء مركز للتواصل لشباب القارة الإفريقية، وده بعتقد أنه بيأتي في إطار الاهتمام المصري بإفريقيا وتوجه مصر إلى إفريقيا والقدرة على تدعيم العلاقات مع الدول الإفريقية في إطار التواصل ما بين جيل الشباب في إفريقيا، بما ينعكس بالإيجاب على الوضع الإفريقي كله على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي. أيضا كان في جزء مهم متعلق بالأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، ودي أكاديمية اللي أسست على بناء على توصيات المؤتمر الوطني الأول، معنية بتدريب وتأهيل الشباب للقيادة ولتولي المسؤولية. وهذه الأكاديمية الرئيس وجه بأمرين. الأمر الأول هو تبادل الخبرات مع نظيراتها من الأكاديميات والمعاهد الدولية. احنا عندنا معهد الإعداد القادة في فرنسا وغيرها من المعاهد والأكاديميات اللي بتعد قادة المستقبل، وهنا التواصل ده هدفه هو تبادل الخبرات. وفي أمر تاني هو متعلق بأنه هذه الأكاديمية تكون بتوجه منح لأشقائنا في إفريقيا وفي آسيا للتواجد في الأكاديمية و يعني الدراسة أو الدخول في الدراسة وما تقدمه الأكاديمية من دراسات وما تقدمه من مناهج متعلقة بالتدريب والتأهيل للقيادة. يعني الحقيقة حضرتك قلت قرارات وتوصيات مهمة جدا، وإن شاء الله لما هيتم تفعيلها هتبقى إضافة كبيرة للشباب. ده صحيح. أروح لصقر، أنت من القاهرة؟ آه من القاهرة، تمام. قولي جات لك إزاي الفرصة للمشاركة لهذا المؤتمر؟
وانا شاركت في مؤتمرات الشباب السابقه كمان، اول مؤتمر الاول بشرم الشيخ. هايل، يعني مش اول مره. بدعوه من رئاسه الجمهوريه. احنا يعني من الشباب النشط على مواقع السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي عموما، بنتكلم عن مشاكل البلد، بنناقشها، بنطرح المواد البناءه فيها والمواد الايجابيه. يعني من الشباب اللي مش محبط، اللي بنحب نتكلم عن كل حاجه بشكل ايجابي، ما بننظرش السلبيات فقط. فكانت دعوه يعني من هذه الناحيه يعني. صقر، طبعا اكيد انت حضرت جلسات، مش طبعا مش كل الجلسات، مش هتقدر تحضر كلها، بس قولي الجلسات اللي انت حضرتها وليه اخترت الجلسات دي خاصة ان انت تحضرها، واستفدت ايه كمان منها؟ من اهم الجلسات اللي ركزنا عليها اللي هي جلسة نموذج مجلس الامن بالامم المتحدة اللي حضرها الرئيس في الافتتاح والختام بتاعها. يعني من خلال هذه الجلسات شارك فيها شباب البرنامج الرئاسي لتالي شاف في محاكاة كاملة، ناقشوا فيها مشاكل المختلفة من بعض الدول المشاركة، مشاركة اكثر من 50 دولة، ومشاركة اهم المشاكل اللي بتناقش الشباب في الدول دي خاصة. وكان يعني الرئيس وجه ان جميع التوصيات اللي خرجت بها الجلسه دي يتم توصيلها بمجلس الامن وبالامم المتحده، يتم تطبيقها على ارض الواقع وتكون خارجه من ارض مصر ومشاركه شباب مصري. اهم من الجلسات المهمه برضو الجلسه الثانيه اللي هي جلسه مواجهه الارهاب والعنف من خلال السينما والفن. يعني نعتبرها من القوى الناعمه اللي مصر استغلتها الفتره السابقه ان هي تواجه من خلالها الارهاب والعنف برضو، ومشاركه فنانين كبار زي الفنان احمد حلمي وغيره. وخرجت برضو بتوصيات هيتم تطبيقها خلال الفترة القادمة. برضو من الجلسات المهمة جلسة منطقة الاقتصادية لقناة السويس اللي تم خلالها مناقشة أهم المشروعات اللي مصر نفذتها الفترة السابقة في منطقة قناة السويس ومحور تنمية قناة السويس، وتم خلالها برضو إبرام عدة اتفاقيات تم يعني هيتم تطبيقها على أرض الواقع قريبا. بخلاف ذلك يعني الجلسات اللي ما بتظهرش كتير على الشاشات، احنا مع بعض كشباب وبيننا حتى بين الشباب الاجانب، احنا كمصريين ومع الاجانب افارقه او غيرهم، بنناقش يعني الوضع الحقيقي لمصر او الصوره اللي مش واصله لهم، بنوصل لهم الحقيقه والمشروعات اللي بتتم على ارض الواقع. حاجات كتير كانت بتدور في الكواليس وما بتظهرش على التلفزيونات. احنا كنا يعني كان شغل تقريبا شبه الرسمي. انا هرجع لك تاني تحكي لي على الكواليس طبعا. واللي احنا فعلا ما شفناهوش على شاشات التلفزيون. ندى، ايه اهم الجلسات اللي حضرتيها وفعلا كانت لافته نظرك ومهتمه ان انت تحضريها؟ مكافحه الارهاب، لان ده مشكله بتواجهنا في مصر كبيره جدا. منها كمان مشكله المنتل الازيديه، لان ده حاجه يعني مهمه جدا، مشكله كبيره في مصر بتواجهها. وطبعا زي ما احنا شايفين الدول اللي حوالينا حصل فيها ايه، يعني مشكلة بنحاول نتوصلها في حل، تناقشنا فيها في حاجات كتير، طلعنا بشوية حلول. أهم حاجة إن احنا نوعي الناس، طلعنا بالحل ده إن احنا نوعي الناس في الشارع، إن احنا نكافح الإرهاب ونحمي بلدنا. شعورك إيه لما قعدتي مع شباب كتير من جميع أنحاء العالم، حوالي 100 جنسية؟ هل كان في تفاعل وحوار بينكم طول فترة المنتدى؟ كبير جدا. كنا اتعرفتي على ناس كتير من بلاد تانية، وبنتواصل خلال مواقع التواصل الاجتماعي. كويس قوي. بنتناقش، دي حاجة كويسة استفدناها طبعا من المنتدى، التواصل مع الآخر نقاش المواضيع سواء إيجابية أو سلبية. بنحترم طبعا الاختلافات والإيجابيات كده. قولي لي بقى، وزعتوا نفسكم ازاي عشان تطلعوا الشكل الرائع الجميل اللي احنا شفناه؟ يعني كنا بنقسم نفسنا، كل واحد يدخل جلسة ولما بيخرج بنتناقش فيها حصل ايه، استفدنا ايه، بنقعد نتحاور ونشوف الايجابيات والسلبيات اللي حصلت، وبنطلع في الاخر بحل ونقاش كويس. انت حاسه ان انت استفدتي من حضورك لهذا المنتدى؟ ايه الاضافه اللي حصلت لك؟ الإضافة اللي حصلت لي خط طاقة إيجابية كبيرة جدا، خط ثقة وأمل في بكرة كبير جدا. طبعا كمان حسيت إن في أمل في بكرة كبير، لأن الرئيس أول رئيس يهتم بالشباب ويتكلم معاهم، مبقاش في مسافات بيننا وبينه. طب الطاقة الإيجابية اللي أنت خدتيها دي يا ندى، إزاي هتنقليها
لمجموعة أخرى من الشباب؟ هو في جزء من الشباب عنده تشاؤم كبير قوي، مش عارفة ليه، بس يعني احنا بس من كتر المشكلات اللي هو عايش فيها. المشكلة ان احنا عندنا جزء من الشباب عايش في العالم الافتراضي بتاع السوشيال ميديا، اللي هو اي حاجة بتحصل، اي انجاز، اي مشروع بيحصل، حد يكتب بوست مثلا على الفيسبوك المشروع ده مش ايجابي، فهو خلاص اقتنع ان المشروع ايجابي. لا، الشباب لازم ينزل ويشوف المشروع بنفسه، وساعتها هو له حريه الاختيار. بس شوف، احنا مشكله الشباب عندنا ان هو عايز حل، بيبص لدلوقتي ما بيبصش لبكره، ما بيبصش لاولاده وبعد كده، عايز الايجابيه تبقى دلوقتي حالا. هي دي المشكله بتاعت الشباب، جزء من الشباب. سيادة النائب، لجنة العلاقات الخارجية هل لها دور في تفعيل هذه التوصيات والقرارات؟ بالتأكيد، يمكن البرلمان ككل، كمؤسسة من مؤسسات الدولة، له دور رئيسي في تفعيل هذه التوصيات. أولا، في دور للجنة العلاقات الخارجية متمثل في الدبلوماسية البرلمانية وقدرة البرلمان واللجنة على التواصل مع العالم الخارجي وتفعيل هذه التوصيات والحوار بشأنها. نحن نتكلم في قضايا هي بتمس يعني كل دول العالم تقريبا، إذا كنا بنتكلم على مكافحة الإرهاب، على الهجرة غير الشرعية، على اللاجئين، على ملف التطرف بشكل عام وتجديد الخطاب الديني، على القوى الناعمة ونشر تبادل الثقافة والعلوم والحضارة. ويمكن المؤتمر كان مركز في هذه الجزئية بشكل كبير، وكان بيحاول يصدر الفنون والثقافة أنها من الممكن أن تكون اللغة بين الشعوب للارتقاء بالنفس البشرية، ومن ثم القدرة على مجابهة التطرف، لأنه أكتر شيء بيواجه التطرف ويستطيع أن يعني يواجهه من جذوره هو الارتقاء بالنفس البشرية عن طريق الفنون والثقافة. وإحنا يعني شفنا أنه داعش لما بتدخل أي منطقة أو أول شيء بتستهدفه هو المتاحف ودور الأوبرا وغيره، لأنه هم بيعتقدوا تماما أنه أكثر ما يشكل عليهم خطر هو القوى الناعمة المتمثلة في الفنون والثقافة. بالإضافة لده، أنه البرلمان أيضا عليه دور تشريعي ورقابي فيما يتعلق بجزء من التوصيات، لأن الرئيس كمان وجه الحكومة بضرورة تعظيم دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة. هنا هناك دور للبرلمان، دور رقابي في مراقبة الحكومة في أدائها فيما يتعلق بتنفيذ هذه التوصيات وغيرها، من ضرورة تدعيم دور الشباب في المجتمع وفتح أفاق واسعة أمام الشباب مختلف فئاته، لأنه الشباب هو لا يمكن اعتباره فئة واحدة، الشباب فئات متعددة حسب اهتمامها. مفيش شباب مهتم بالشأن السياسي زي أقدر أوجد له مساحات يقدر من خلالها أن يعبر عن نفسه سياسيا، شباب مهتم بالشأن وأعلمه الاقتصادي السياسة صح، يعني بالظبط، عشان التطرف الفكري الموجود يعني نقدر ان احنا نحارب ونرد على هذا التطرف. بالظبط، يبدا يبقى عنده قنوات واضحه يقدر يعبر من خلالها عن نفسه، لانه في بعض الشباب اللي بتكلم عنهم ندى او بتوصفهم او غيرهم من الشباب حتى مش لاقيين قنوات، ممكن يكون جزء من احباطهم هم ان مش لاقيين قنوات واضحه يقدروا انهم يعبروا عن نفسهم من خلالها. وبالتالي هنا في دور على المؤسسات كلها، مؤسسات الدولة، ويمكن وجود رئيس الجمهورية على رأس هذا المؤتمر هو بيضفي حالة من الالتزام على كافة مؤسسات الدولة بتنفيذ التوصيات اللي بيسفر عنها هذه المؤتمرات. أكيد طبعا تنفيذ، وده بصراحة أهمية للمنتدى. هو يعني أولا لم يكن أحد كان يتصور، كان في جدية وأهمية. صحيح، لأنه لم يكن أحد يتصور أن الرئيس يقعد الأسبوع الكامل يعني كاملا فعلا. يعني البعض كان بيقول أن الرئيس هيحضر جلسة الافتتاحية والختام بالزبط. ولا يمكن أن هو يهتم أن يحضر كل الجلسات وكل الورش تقريبا، وهذا الاهتمام بيأتي من المنطلق اللي قاله الرئيس أنه هناك إرادة سياسية حقيقية لتمكين الشباب وتأهيلهم وإعدادهم للتواجد في مؤسسات الدولة. وأنه يمكن حتى في كلمة الرئيس بالأمس لما قال أنه الشباب هم ثروة الوطن، فبالتالي إزاي تستطيع الدولة أنها تستثمر في شبابها وأن تحول هؤلاء الشباب إلى قوة دافعة للتنمية المستدامة وقوة دافعة إلى أن تتمازج أحلام الشباب مع أحلام الوطن. يعني لو قدرنا نصل إلى هذه المرحلة
احنا مش هنشوف في مصر تاني شباب محبط، ولا هنبدا نشوف متاعب، لانه الشباب هياخدوا على يعني على مسؤوليتهم القدره على دفع الوطن للامام. يمكن ده برضو مش سهل، لان احنا عندنا تحديات كتير، بالذات تحديات الاقتصاديه، لكن احنا يعني من خلال يعني المؤتمر يعني احنا هنحاول نحلها واحده واحده بالزبط. والعجله تدور ان شاء الله. لا، كان في افكار اخرى يعني في هذا المؤتمر مهمه، واحنا بنتكلم ان احنا لازم نفكر بره الصندوق. فكنا بنتكلم على رياده الاعمال، بنتكلم على المشروعات الصغيره والمتوسطه، يعني بنفتح مجالات ثانيه. خطه لاعاده الدمج والتاهيل للشباب اللي هيتم الافراج عنها، وده كان بناء على توصيه من رئيس الجمهوريه في لقاء نبيل الاول. معلش هرجع لحضرتك. بس معايا تليفون مهم. معايا دكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس مكافحه الارهاب. مساء الخير يا دكتور. نور، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. من اهم التوصيات لسياده الرئيس انه مكافحه الارهاب هي حق من حقوق الانسان. قولي حضرتك ازاي هنقدر نفعل هذا الكلام؟ يعني هو يعني انا تقديري انه موضوع الارهاب موجود في مجال معين في القانون الدولي اسمه الحرب العادله، يعني متى تكون هناك حرب عادله علشان وهناك حرب اخرى ظالمه. الحرب ضد الارهاب هي حرب عادله تماما، ومن ثم فهي ممكن ان تكون خاضعه ايضا للقانون الدولي الذي يتيح حق الدفاع الشرعي عن النفس. من ثم فإن محاربة الإرهاب تظل هنا متسقة مع القانون الدولي. قانون الدولي الإنساني المرتبط بحقوق الإنسان بيبقى بحقوق الإنسان من حيث هو فرد، إنما الحروب العامة اللي بيتم فيها الهدف هدم نظام الحكم، الهدف تجزئة الدولة، الهدف هو إرعاب الناس كمجموع، هنا ده يدخل في ظل قانون الحرب. ومن ثم انا رايي ان المدخل الذي يمكن ان يكون فيه مساله، فهنا لما بيبقى يتقتل مدنيين بيبقى خاضعين لانه الحرب غير عادله، ولانه هذه الحرب عادله، وان هذه الحرب من حقها ان تقتص من الذين يقومون بقتل المدنيين وتقديمهم للمحكمه الجنائيه الدوليه. فالرئيس الحقيقه مس فصل مهم جدا من فصول قانون الحرب اللي هو اصلا يعني جزء اساسي من القانون الدولي. انما المقصود بالقانون الدولي لحقوق الانسان اللي هو مرتبط بالافراد، بمعنى ان واحد لما بيقتل واحد او يسجن واحد او يخل بكرامه البدنيه لواحد من خلال التعذيب او غيره، في هذه الحاله بيدخل في حالات مختلفه من امتهان الحقوق الأساسية للإنسان، وهي حق الحياة، حق الحياة وحق الدفاع عن النفس وحق الدفاع الشرعي إذا كان الموضوع يتضمن محاكمات وغيره. فهنا الموضوع في الحقيقة يتداخل في أكثر من نقطة من نقاط القانون الدولي. دكتور عبد المنعم، عايزة أعرف رأي حضرتك بشكل عام في منتدى شباب العالم، وهل في حاجة كانت ناقصة السنة دي تحب حضرتك تشوفها السنة الجاية إن شاء الله؟ يعني أنا أعتقد أن المؤتمر كان جيد جدا، كان تواصله مع العالم جيد، كان في تواصله مع الداخل أعتقد أيضا أنه كان جيد، الحوار الداخلي كان جيد إلى حد كبير، لكن أنا أعتقد أنه كان في موضوعين مهمين غابوا عن المؤتمر. أيوة، إيه هما؟ الموضوع الأول المتعلق له علاقة بالإرهاب اللي هو موضوع الإخوان المسلمين. أنا أعتقد أن مصر عندها قصة هامة في هذا الشأن، ولأن الإخوان المسلمين يريدون تقديم نفسهم للعالم على أنهم منظمة معتدلة ليبرالية أحيانا، وأنها أيضا كل ما تريده هو انتخابات حرة وسليمة يفوزون فيها ويصلون إلى السلطة ويمكن أن يخرجوا منها أيضا. مع حضرتك فعلا لازم نوثق تجربتنا مع الإرهاب، عندنا توثيق مهم جدا لتجربتنا مع الإخوان المسلمين ومع حكم الإخوان. تمام. الحاجة الثانية اللي هي الجهود الخاصة بالسلام في الشرق الأوسط، يعني احنا اتكلمنا عن السلام بشكل عام المؤتمر، انه مدينة السلام ونتحدث عن ضرورة السلام، لكن احنا لدينا حالة خاصة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، انه يعني في جهد تم خلال الشهور الماضيه قامت بيه مصر، انا اعتقد انه كان لازم
يعني يحمل إلى المجتمع الدولي من خلال الشباب المشارك في المؤتمر. بشكر حضرتك دكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس مكافحة الإرهاب، وأرجع لضيفي الأستاذ كريم. فكنت بحكي عن لقائنا الأول برئيس الجمهورية لجنة العفو الرئاسي للنائب طارق الخولي طبعا عضو فيها، وإن هو طلب مننا نبتدي نلاقي حلول لفكرة الشباب اللي هتخرج وحصل لها شوية مشاكل في تعليمها أو حصل لها شوية مشاكل في شغلها، فنحاول نعالج ده بحيث إن احنا نبني الموضوع صح، أو يعني نكمل عملنا بشكل يقدر يعالج المشكلة من جذورها يعني. فبالفعل احنا شغالين على ده دلوقتي. كمان اللجنة بتحاول الفترة اللي جاية أو هتحاول الفترة اللي جاية تبتدي تشتغل على توصيات خاصة بمعالجة ملف حقوق الإنسان والحريات في مصر بشكل عام. طبعا لأنه هو تم تشويه هذا الملف. بالضبط بالضبط، بالتعامل طبعا مع كل الأجهزة أو كل الأطراف المعنية بالموضوع، بنتكلم عن مجلس القومي لحقوق الإنسان، لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، كل الأجهزة المعنية هنبتدي نتعاون معاها بحيث إن احنا نصدر بعض التوصيات نرفعها رئيس الجمهورية خاصة بمعالجة شاملة لهذا الملف. طب حضرتك شايف إيه أهمية هذا العفو الرئاسي؟ أهميته طبعا إن هو بيدي فرصة تانية لشباب صدر ضدها أحكام نهائية في قضايا رأي وتعبير. فده حاجة مهمة جدا إن احنا يعني هو فقط على قضايا الرأي والتعبير؟ بالظبط، قضايا رأي وتعبير فقط. فقط يعني جنائي بقى والكلام ده مالناش دعوة بيه، يعني احنا بس قضايا رأي وتعبير بس. بيجي لنا طبعا حاجات جنائية بنحذفها من عملنا، وده بس ده مهم. يعني شايف حضرتك ان هو اضافة طبعا هذا العفو؟ ده مطلب، ده مطلب يعني، ده كانت احد التوصيات الأساسية في المؤتمر الأول لشرم الشيخ، ويمكن دي حاجة شغلانا كلنا وشغل الرأي العام بشكل كبير، ان في شباب في السجون يمكن تعرضوا لحبس وممكن ياخدوا فرصة تانية. احنا ما بنقولش ان هم ما غلطوش، يعني ما بنقولش ان هم ما اخترقوش القانون، لكن هم اخترقوا القانون يمكن في وضع استثنائي شوية في فترة الإخوان وغيره، ممكن وضع ضعف، حد ضحك عليهم. بالظبط بالظبط، هو ده على أفكارهم. هو ده دورنا ودورنا استشاري في الحتة دي تحديدا، ان احنا ننظر في حالات الشباب دي مين فيهم فعلا يقدر ياخد فرصة تانية طبقا للمعايير احنا وضعناها من الأول، وهي فكرة ان ألا يكون اللي اسمه يتم ترشيحه للعفو الرئاسي تورط في أي عمل عنف أو تخريب، وألا يكون عضو في أي جماعة إرهابية بما فيها يعني طبعا خطر. جماعة الإخوان اللي هي مصنفة إرهابيا في مصر وفي دول تانية. وطبعا هو بالظبط ما يكونش خطر، وده طول الوقت حاجة قلقانة وبنحاول نشتغل بدقة شديدة عشان ده ما يحصلش، يعني في ناس خرجت قبل كده وتاني يوم راحوا عملية إرهابية، يعني فدي حاجة طبعا خطيرة. طب إيه الضمانات يا أستاذ كريم إن هو يخرج فعلا؟ ما أنا بقول لحضرتك إحنا بنحاول نقوم بعملنا بكل دقة. كمان بيحصل وده طبعا كان قرارنا من الأول، بيحصل استطلاع رأي للأجهزة الأمنية، فالموضوع بيتم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والأجهزة المعلوماتية للدولة المصرية يعني، وده بيخلي نسبة إن هو يحصل أي خطأ أو تسريب لعناصر إرهابية تقريبا زيرو يعني. أروح لأستاذ طارق، طبعا في نشطاء كتير هاجموا المنتدى، وحضرتك قريت آراء مختلفة إنه ملوش لازمة وإنه مصاريف كتير، ترد عليهم إيه بعد ما خلص المنتدى وظهر بهذا الشكل الناجح؟ يمكن ما فيش حد ممكن يهاجم الحوار، يعني الحوار هو أسمى الطرق للقدرة على الوصول إلى تفاهمات. بنتكلم على 113 وفد من مختلف دول العالم، هذا حدث عظيم، البعض صنفه أنه تاني تجمع بعد الأمم المتحدة من حيث العدد ومشاركة الوفود. فمن يهاجم هذا الحدث أكيد هو عنده مشكلة شخصية أو يحاول أن يسيس الأمور أو التقليل من النجاح. بالظبط، وخاصة أنه يعني الناحية الأمنية كانت عالية وما حصلش أي مشاكل الحمد لله. هو هذا المؤتمر هو جزء من المواجهة الفكرية اللي مصر بتقوم بيها للتطرف وللإرهاب ولمحور الشر اللي دأب على صنع النزاعات والحروب على مدار السنوات الماضية. وبالتالي يعني شراسة الهجوم عليه هي بتؤكد نجاحه وتنفيذه لما كان يسعى إليه. من يهاجم المؤتمر هو يعني أولا يعني معظمهم كان لديهم موقف سابق إما من ثورة 30 يونيو
أو من القيادة السياسية الحالية، وبالتالي هو بيحاول يستهدف النظام السياسي أكتر من فكرة، فبيحاول يشوه كل حاجة كويسة ممكن تكون بتتعمل بغرض استهداف الدولة المصرية وبغرض استهداف عزيمة المصريين وإحباطنا. مسألة التكاليف، والحقيقة أنا بشكر حضرتك أنك أثرتي هذا الأمر، لأنه يعني البعض بيلعب على هذه الوتيره وبتحدث يعني كل هذه المصروفات قال لك ايه لازمته واحنا تتكبدها الدوله المصريه وكنا استفدنا بالفلوس، يعني اي حد لو كلف نفسه يدخل على الموقع الرسمي للمنتدى هيجد اسماء الرعاه المسؤولين عن هذا المنتدى. الرعاه هم شركات، هذه الشركات استفادت ايه من المنتدى؟ استفادت ان هي كان عندها بتعرض صور اعلانيه متعلقه بمنتجاتهم وشركاتهم كمان. فبالتالي كل هذا المنتدى لم تتكبد الدوله فيه مليم واحد، وانما كل ما تولاه هو رعاه كانوا متواجدين في المؤتمر وقدروا ان هم يتولوا تمويل هذا المؤتمر، وبالتالي مسألة دي مردوده عليهم تماما. بالإضافة إلى أنه خلينا نقول إيه هو المردود الاقتصادي، إذا كنا بنتكلم اقتصاد فقط ولا نتحدث عن المردود السياسي للمنتدى، فلو بنتكلم على مردود اقتصادي فإحنا وقعنا عدد من الاتفاقيات اللي هتوفر مليارات الدولارات وهتوفر آلاف فرص العمل للشباب في المناطق الصناعية. عرفنا 113 وفد بواجهة مصر السياحية متمثلة في شرم الشيخ. طب إزاي بقى نستخدمه لتنمية السياحة في شرم الشيخ والأماكن السياحية الأخرى في مصر؟ احنا نتكلم على أن الحضور لم يكونوا مجرد مواطنين عاديين في دولهم، وإنما هم شخصيات ذات تأثير سواء كانوا شباب أو شخصيات عامة، وبالتالي هذه الشخصيات عندما يعني اطلعت على جمال شرم الشيخ وعلى الواجهة السياحية لشرم الشيخ، عندما يعودوا لدولهم ينقلوا هذه الصورة، ومن ثم ده هيكون ليه مردود إيجابي على السياحة. وإحنا شفنا كان في الجلسة الختامية كان في إحدى الشابات من روسيا واتكلمت على أمنيتها وإنها بتوجه لروسيا رسالة إلى دولتها بضرورة عودة السياحة الروسية، وأعتقد إنه ده مكسب إن إحنا بقى عندنا كتيبة من المدافعين عن مصر في مجال السياحة في دولهم، وهم هينقلوا هذه الصورة وهينقلوا هذه المطالبات السياسية بما سينعكس إيجابيا على مجال السياحة وعلى غيره من المجالات، لأنه عندنا كمان جانب الاستثمار. يعني عندنا شخصيات ورجال أعمال شاركوا في المؤتمر من جنسيات مختلفة، وبالتالي اطلعوا على مناخ مصر الاقتصادي والاستثماري، وده أيضا يعني لا يقدر بمال طبعا، لأنه هيدخل لنا استثمارات يعني تقدر ان هي تساعد في رفع الدخل الاقتصادي لمصر. اروح لصقر. صقر كنت قلت لي انه في كواليس ما ظهرتش على شاشه التلفزيون، احب اعرف بعضها منك. احنا كنا بنحضر الجلسات عادي، يعني احنا عاملين علاقات الشباب المصريين بنحضر الجلسات، بنطلع عاملين علاقات مع الشباب الاجانب الحضور اذا كان من افريقيا او من اسيا او حتى من الغرب، بنطلع من الجلسات بنتكلم على ما يدور في الجلسات، بنناقش وجهه نظرهم هم من ناحيه مصر، اللي يقول لنا فيهم ان ليه ان مصر جميله هي وليه ليه هم واخدين صوره سيئه عننا بره، ووجهه نظر اخرى ان هي بتطالب ان المؤتمر ده يتم عقده في دولهم بس برعايه مصر او بنفس النموذج ده محاكاه بنفسها بس في دولهم هم. يعني الاجانب كانوا عندهم تطلع يعني ان هم يجددوا العلاقات مع مصر بشكل افضل من كده. غير كده احنا بنبقى جالسين في طرقات قاعه المؤتمرات بنلاقي الرئيس يعني ماشي جنبنا عادي، بيقف يتكلم معانا يعني بعيدا عن الكاميرات نهائي وبيسلم علينا وبيتحاور معانا. غير كده وكده في جوه الجلسات قبل حتى الجلسات ما تبدا احنا بنعد ورقات عمل بيتم تقديمها للمسؤول الجلسات، بيتم مناقشتها يعني حتى لو ما عرفناش نناقشها خلال الجلسه بيتم مناقشتها فيما بعد او حتى بنسلمها للمسؤولين اللي حاضرين الجلسه. ندى، طبعا اكيد اتعرفتي على شباب كتير اولاد وبنات في مختلف انحاء العالم، ازاي هيتم التواصل معاهم وايه اللي ممكن تعملوه مع بعض من خلال التواصل؟ التواصل احنا دلوقتي في عصر التكنولوجيا خلال السوشيال ميديا، ممكن نناقش افكار جديده بحيث ان احنا ممكن نطبقها في مصر، بره مصر، خارج مصر، لسه يعني بنشوف. يعني هيتم التواصل لغايه السنه الجايه ان شاء الله للمنتدى اللي جاي، هتحاولوا تحضروا موضوعات جديده ان شاء الله؟ ممكن يبقى في حاجه شهريه بس لسه ده غير معلوم دلوقتي.
حاجه شهريه بينكم وبين يعني بينكم وبين شباب العالم اتصالات او كده؟ واحنا عملنا جروبات على الواتساب بيننا حتى وبين شباب من بره ان احنا نقدر نتناقش معاهم فيما بعد يعني. بس دي كانت كمان من توصيات المنتدى او اعلان شرم الشيخ، هو في احد التوصيات بتتكلم على ان هيبقى في يعني شغل مع مجموعات من الشباب الحاضرة تحضيرا لمنتدى القادم اللي هو في نوفمبر 2018. ازاي يا استاذ كريم؟ ففي آلية، دي اللجنة المنظمة هي المسؤولة عنها، المفروض دي توصية خرجت واللجنة التنظيمية هي المسؤولة عنها، وهي حاليا طبعا زي ما احنا متابعين كل الأطراف، البرلمان بيتكلم عن دراسة التوصيات، الحكومة ابتدت بالفعل العمل فيها، فهنشوف الفترة اللي جاية آليات التنفيذ يعني. بس زي ما قالت ندى، هو الموضوع يمكن التكنولوجي يعني سهلت المواضيع جدا، ممكن يبقى عن طريق فيديو كونفرنس، ممكن يبقى عن طريق ناس تيجي تحضر او شباب من عندنا يسافر، لكن طول الوقت الحدث الجاي يعني احنا في نسخه اولى من هذا الحدث، النسخه الجايه محتاجه تحضير في خلال الفتره ما بين المنتديين يعني. خلينا بس نرجع لموضوع المنتدى، وزي ما قال النائب طارق فكرة ان هو اتكلم عن العائد الاقتصادي والعائد السياسي، ولكن كمان احنا بنتكلم على ان بقى في مكون جديد فيما يسمى منظومة القوى الناعمة لمصر. يعني افهم من كلام حضرتك ان احنا نقدر من دلوقتي نحط الموضوعات لمنتدى شباب طبعاً العالم طبعاً للعام القادم، استكمال النقاشات اللي حصلت يعني. احنا في نقاشات حصلت دي محتاجة استكمال، زي ما قال الدكتور عبد المنعم في موضوعات ممكن تضاف الفتره اللي جايه. الموضوعات نفسها اللي حصلت في المنتدى اللي فات، يمكن انا واحد من الناس كنت ببقى محتار اخش انه جلسه يعني، الجلسات كلها فيها ثراء قوي، فيمكن كمان محتاجين نخلق آلية لان نقدر نتابع الجلسات بشكل مختلف. حاله الحوار داخل الجلسات نفسها ممكن تبقى اكثر تطورا الفتره اللي جايه، فكل ده طبعا احنا بنتكلم عن نسخه اولى نجحت جدا، حدث عظيم، قال ان في شباب في مصر قادره ان هي تخلق وتنظم حدث بهذه القوه من غير غلطات، الناس كلها منبهره، يمكن الاجانب منبهرين اكثر من المصريين، دي ردود الافعال اللي رصدناها اثناء حضورنا المنتدى، وبناء عليه الفترة اللي جاية محتاجة شغل كتير جدا، الله يكون في عون بصراحة اللجنة المنظمة، واللي هي كمان بتعكس حاجة مهمة قوي بصراحة، بتعكس بالرغم من التفاوت في السن ما بين مثلا السيد مدير مكتب الرئيس اللي هو كان رئيس اللجنة المنظمة وما بين باقي أعضاء اللجنة، هنلاقي في سن متفاوت جدا، ولكن كان في عزف السيمفونية حقيقية، الناس كلها متفاهمة، كان في تقارب، في تقارب بالظبط، في تخطي لكل الحواجز. احنا بنشوف النهارده الشباب بسهوله جدا بتاخد سيلفي مع الرئيس. انا عايزه اقول زمان احنا كان عشان نوصل لرئيس الحي يعني كان بيبقى حاجه صعبه قوي مشكله يعني. دلوقتي احنا شايفين الرئيس والوزراء والمسؤولين بنقف نتكلم معاه وبنسلم عليهم، طب ما تيجي نتصور، بيحصل ده. الرئيس كان مخصص لنا احنا قرب 3 ساعات معانا ماراثون مثلا، سبوت بيقعد معانا وسطنا قاعد من غير اي حاجه، بيتكلم معانا بيتصور معانا، صراحه اول رئيس يعمل معانا كده. هو الرئيس يعني هو بيحسسنا ان احنا لينا دور، بيستمد حيويته ونشاطه من الشباب، وهو بيتفاعل معانا بنفس الطريقه، احنا بنحس وسطنا يعني كزميل لينا او كاب لينا، ما بيتعاملش معانا بصفته الرسميه ان هو كرئيس جمهوريه، لا هو بيشاركنا بطبيعته. اتكلمتوا مع سياده الرئيس في الكواليس؟ عرضتوا عليه بعض مشكلات الشباب؟ ايوه هو اللي يعني ما كانتش موجوده في الجلسات بشكل مطول يعني، احنا بنحاول يعني عشان اكيد طبعا وقت الرئيس بنحاول نعرض عليه بشكل ملخص او حتى نسلمها لمدير مكتب الرئيس حتى اللي ما نعرفش نناقشها مع الرئيس، بس الرئيس بيتقبل المشاكل الايجابيه وغير كده احنا كشباب كنا مشاركين يعني، كان بيتاح الفرصه ان احنا نتكلم خلال الجلسات والرئيس حاضر وبيتناقش معانا يعني، وبيتقبل المناقشات الايجابيه والسلبيه. في نقطتين مهمين في الموضوع ده يعني، آلية استدامة التواصل عن طريق الموقع الرسمي لمنتدى الشباب، وإن أي أفكار فعلا عند أي حد بيقدر يقدمها، وكمان ده ردا على فكرة هو مين بيحضر ومين ما بيحضرش. بالفعل طريقة التسجيل في المنتدى دي خلق حالة من تكافؤ الفرص، في ناس بتدعي بصفتها في كيانات رسمية
ولكن المعظم من الحضور احنا بنتكلم على ان هم بيخشوا يقدموا على موقع وبيعرضوا وجهات نظرهم عليه. التقديم مش بس ان انا اقول اسمي وان انا عايز احضر، ولكن كمان بتعرض انت عايز تحضر ليه، وبناء عليه فبيتم اختيارك. في مؤشرات مهمه احصائيات حصلت، ان احنا بنتكلم في تقريبا ربع مليون تسجيل حصل على الموقع الرسمي من مختلف دول العالم. بنتكلم على المشاركه على السوشيال ميديا عدت اكتر من مليون مشاركه، وده في فتره قليله جدا، احنا بنتكلم في شهر تقريبا. ايوه. فده بيعكس قد ايه فعلا مصر نجحت في الترويج لحدث بالشكل ده زي ما نجحت في تنظيمه بصراحه، واللي احنا كلنا كنا متخوفين من ده، بس فعلا التنظيم حصل باحترافيه شديده جدا. وده لازم طبعا نشكر فيه اللجنه المنظمه اللي هي، ونطلب بقى يعني بصراحه شايله توصيات كتيره قوي، فيعني الفتره اللي جايه يبقى عندهم شغل كتير، ربنا يوفقهم. وطبعا كل الشباب المشارك عنده استعداد لمشاركة في تنفيذ التوصيات دي. واللجنة المنظمة اعتقد يعني النهاردة طلع بعض التصريحات من رئيس اللجنة المنظمة ان هو يتواصل مع كل المشاركين في المنتدى بحيث ان يشوف لهم ادوار في تنفيذ هذه التوصيات يعني. تاني انا بأكد على المعارضين اللي طول الوقت بيقولوا احنا مش ممثلين، وان اللي بس بيمثلوا شباب مؤيدين للرئيس او بقول لهم لو سمحتوا زي ما حصل احنا كان في وجوه كتير معارضه موجوده في المنتدى المره دي، خشوا وقدموا على الموقع الرسمي واطرحوا رؤاكم عليه واكيد ان شاء الله تحضروا. هو في طبعا شباب كتير اتضايق ان هو ما حضرش وكان نفسه يحضر. ما هو احنا لازم في حدث زي ده انت شباب مصر كلها طبعا عايز تحضر، بس طبعا مش هيبقى طبعا الشباب اللي حضر الاعداد الكبيره اللي هي خلق تكافؤ للفرص يعني. احنا ده حدث تمثيل كامل لجميع فئات الشباب المصري، اذا كان شباب جامعات او شباب غيره. ودليل على ذلك ان قبل انعقاد المؤتمر بشهر كان بيتم وضع اكشاك في شوارع مصر كلها او حتى في الجامعات، عشان حتى اللي مش عارف يسجل على الانترنت او حتى ما عندوش خلفيه يقدر يسجل من خلال الاكشاك دي. طب عايز اسالكم على نموذج المحاكاه، شفتوه في حضرتوا الجلسات؟ حضرنا نموذج المحاكاه، يعني احنا ما كناش متخيلين ان هو ممكن يطلع بالصوره دي، وخصوصا المشارك فيه شباب يعني اغلبيتهم من البرنامج الرئاسي التالي للشباب للقياده، ان هم يقدروا يحطوا الرؤيه دي المتكامله ويخرجوا بالتوصيات دي، وان الرئيس يكرس كل اهتمام وانه يحضر الحفل الافتتاح او الختام بتاع نموذج المحاكاه، وان هو كمان يصدر توصياته ان توصيات الجلسه دي تخرج للامم المتحده. ودي اهم توصيه في رايي. يعني دي من اهم التوصيات اللي خرجت في اعلان شرم الشيخ، هي فكره ان اللي خرج من نموذج محاكاه مجلس الامن يتم توثيقه فيما يخص محاربه الارهاب والتطرف على المستوى الدولي، يعني يتم تبنيه من الجمعيه العامه للامم المتحده. دي حاجه هتبقى مهمه قوي الفتره اللي جايه. احنا بنتكلم دلوقتي عن خلق دور للشباب في محاربه الارهاب والتطرف، ولازم ده يحصل له رعايه من المنظمات الدوليه والمؤسسات الدوليه. يمكن كمان حاجه مهمه من نتائج المؤتمر هي فكره ان بعض المنظمات الدوليه كان عندهم لبس في فكره الشباب المصري. لازم كمان يبقى عندنا شباب، شافوا الشباب المصري في الشباب المصري بالظبط، شافوا الشباب المصري منتدى، شافوا ان في شباب في مصر فعلا قادره ان هي تعمل بانكار للذات، تعمل بجد واخلاص وخلقت حدث بالشكل ده. فاعتقد ان بعض النظرات او نظره بعض المنظمات الدوليه اللي كانوا شويه عندهم لبس في فكرة الشباب أصبحت أفضل بكتير، أصبحت إيجابية. وده يعني برضو كنا رصدينه شوية، إن المنظمات اللي كانت حاضرة كانوا إحنا عارفين إن هم كانوا شوية عندهم بعض المشاكل مع مصر. بعد المنتدى لقينا لأن ده شوية اتغير، شافوا شباب مختلف، سمعوا آراء مختلفة، سمعوا آراء نقدية بالمناسبة يعني داخل الجلسات، ولكن آراء نقدية بمنطق إيجابي. يعني هو بيقول والله أنا شايف مشكلة في مصر 1 2 3، بس بيطرح حل، مش مجرد ان هو شايف المشكله ويرميها وخلاص ويقعد يقول لا طول الوقت. يعني المعارضه من اجل المعارضه دي حاجه اتغيرت برضه في وجهه نظر المنظمات الدوليه بالنسبه لمصر. فلا بصراحه يعني المعارضه بطريقه ايجابيه مش بطريقه سلبيه هدامه. مهم فعليا يعني ما فيش مشكله في وجود المعارضه، المعارضه مكون اساسي من الحياه السياسيه، بس تبقى معارضه ايجابيه تقول انا شايف مشكله، اطرح لي حل لو سمحت. لكن ما تقولش المشكله، تصدر المشكله وتسكت وتخلق حواليها ان والله الدوله مش قادره والدوله مش عارفه وكلام بالشكل ده. الشباب المصري اللي بيحضر دلوقتي الحدث ده والمؤتمرات السابقه لا بيطرح حلول، وده المهم، وبيقول نقد شديد جدا. يمكن احنا شفنا ده في كل المؤتمرات اللي فاتت، في اول لقاء مع الرئيس مثلا، اللقاء الضيق في المؤتمر الاول لشرم الشيخ،
احد الزميلات كانت اميره العدل بتهيألي قامت وقالت نقد شديد للهجه يعني، ولكن طرحت حلول وده المطلوب. يعني لو حضرتك معارض وهتطرح حلول اتفضل احضر المؤتمر. طيب نشوف بقى المجهود اللي هيقوم بيه البرلمان الفتره اللي جايه، هل في اجنده معينه هتتحركوا على اساسها؟ طيب قبل ده يعني تاكيدا على اللي قالوه الزملاء بانه احنا بنتكلم على حوالي 1000 شاب كانوا متطوعين لتنظيم هذا المنتدى، بالاضافه للحضور كانوا 3200 مشارك. للاسف انه عندنا بعض المنظمات وبعض الاطراف اللي يعني بتتغافل كل ذلك وبتختزل شباب مصر في 3-4 اشخاص بتتكلم عنهم طول الوقت، وبتحاول تصدر انه يعني وضع شباب مصر ليس على ما افضل ما عليه. وبالتالي هنا المواجهه اللي انا بتكلم فيها في محاوله تشويه كل ما نصنع، ونحن ازاي نقدر ان احنا نجابه ده باستمرارنا على تنفيذ هذه المؤتمرات، وباستمرارنا على احنا مش بس هذه المؤتمرات بتتوقف عند الحوار، لا دي بتتحول الى توصيات، هذه التوصيات بيكون لها لجان معنيه بتشرف على تنفيذها، وبيتقدم في كل منتدى وكل مؤتمر كشف حسابي مكان تحقيقه وما نسعى لتحقيقه. وبالتالي نحن امام يعني منتدى لا يتوقف عند الحوار، نحن لو نتكلم وان كان الحوار في حد ذاته هو امر ايجابي الا انه لا كمان بيتطور الى توصيات. البرلمان زي ما قلت لحضرتك هو احد مؤسسات الدوله اللي عليها دور في تنفيذ هذه التوصيات. في المنتدى الشباب او مؤتمر الوطني الاول للشباب كان في دور للبرلمان في اكثر من حاجه، كان منهم تعديل قانون التظاهر وفقا للتوصيات اللي صدرت من المؤتمر الوطني الاول للشباب، وبالتالي البرلمان هو شريك رئيسي في تنفيذ هذه التوصيات. وبعتقد في التوصيات الحاليه في دور على الدبلوماسيه البرلمانيه في تفعيل مساله ان تتبنى المنظمه الدوليه ما صدر عن نموذج محاكاه مجلس الامن، انه علينا دور رقابي في مراقبه الحكومه في تنفيذ هذه التوصيات، انه نعالج تشريعيا بعض المجالات زي مجال مشروعات صغيره ومتوسطه، زي مجال رياده الاعمال، زي مكافحه الفساد، زي كان في كلام عن محو الاميه تقريبا. بالظبط بالظبط، ومحو الاميه وطبعا احنا كمان بالمناسبه كان في احد المؤتمرات السابقه كان في توصيات متعلقه بالاستثمار، ودي تم تضمينها ضمن قانون الاستثمار اللي صدر من البرلمان، وبالتالي التوصيات اللي بتصدر عن هذه المؤتمرات هي بوصله للبرلمان في كثير من المجالات، وبتؤخذ في الاعتبار عند التشريع وعند ممارسه الرقابه. طيب سائر، ايه اللي نفسك تشوفه السنه الجايه ان شاء الله؟ أنا نفسي أشوف يعني مشاركة أكبر من كده بكتير، أعداد طبعا يعني 3000 ومصر يعني 75% منها شباب، نفسي أشوف أعداد أكبر من كده بكتير، ونفسي أشوف إن إحنا ندعي الأطراف يعني من الدول الأجنبية اللي هم مش شايفين غير السيئات أو الأشياء السلبية عن مصر يتم دعوتها وتحضر وتناقش وتشوف حاجات زي دي، حاجات كتير نفسها نشوفها وإن شاء الله هنطرحها ونناقشها الفترة الجاية مع اللجنة المنظمة بإذن الله. ندى نفسك تشوفي إيه السنة الجاية؟ زي ما قال صقر، شباب اكتر واكتر، ويبقى الموضوعات كمان اكتر واكتر، ونناقش مواضيع كتير بتتداول في مصر مهمه جدا. كمان لازم نركز على دور الشباب اللي ما حضروش، اللي عنده تشاؤم دايما يجي ويشارك زي ما قال صقر برضو. يعني هل يا استاذ كريم الشباب اللي ما حضرش احنا نقدر نساعده بايه في المحافظات المختلفه؟ دورات تدريبيه، مراكز طبعًا تدريب، طبعا احنا بنتكلم على نقدر نعمل على ايه؟ اكاديميه وطنيه لتأهيل الشباب خلاص هيتم تدشينها قريبا جدا، دي هتستوعب عدد كبير جدا من الشباب لتأهيله لاداره الدوله المصريه. الاكاديميه دي دورها ده الاساسي خلق قيادات وتدريب الكوادر للقياده، فده هيحصل. لكن كمان نقدر نقول ان هيبقى مهم الفتره اللي جايه ان تحصل حالات من النقاش والتحاور على طريقة مؤتمرات الشباب بشكل محلي شوية، بمعنى ان كل محافظة تتبنى. ما هو ده اللي بنقوله، ده هتبقى حاجة مهمة جدا. لكن كمان لو هنتكلم على طموحاتنا وتطلعاتنا للمؤتمرات القادمة او منتدى الشباب القادم، فانا طبعا اتمنى ان احنا كان في يعني مشهد مهم جدا او ملحوظة مهمة جدا، وهي فكرة حضور مبعوث الامم المتحدة. ده اعتراف دولي بالحدث، وده يمكن حط على عاتق الدولة المصرية ان هي تقوم بالحدث بشكل دولي.
أتمنى إن المؤتمر الجاي يبقى فيه عدد أكبر من ممثلين الهيئات أو الكيانات المختلفة للأمم المتحدة، ويحصل نقاشات حوالين قضايا أكتر تخصصا، زي ما تفضل الدكتور رفعت عبد المنعم السعيد قال محتاجين شوية الفترة اللي جاية إن احنا نتكلم على حاجات بقى أكثر تخصصا، يعني قضايا بعينها زي القضية السورية، زي قضية اليمن، زي قضية فلسطين. دي هتبقى حاجات مهمة قوي إن يحصل نقاش عليها، ونبتدي الشباب يلعبوا دور في حل الأزمات والصراعات في الدول دي. ده دور مهم اوريدي حصل، يمكن ان صدر قرار من مجلس الامن في ديسمبر 2015 حول دور الشباب في صناعه السلم وحل النزاعات، لم يفعل حتى الان. منتدى الشباب العالم واعلان شرم الشيخ شويه حط اليات لتفعيل ده. احنا بنتكلم عن مراكز دلوقتي هتبقى مقرها مصر لحوار ما بين الشباب لريادة الأعمال والابتكار، وده على المستوى الإفريقي والدولي والإقليمي. فدي كلها آليات لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2250. الفترة اللي جاية محتاجين الشباب يتحولوا للقوى الأكثر تأثيرا، ويحلوا مشاكل أو يبقى ليهم دور حقيقي في حل النزاعات والصراعات المنتشرة في العالم وتحديدا في المنطقة العربية. منتدى الشباب القادم أعتقد إن هيبقى مهم جدا ان يتناقش المواضيع دي بشكل اكثر تخصصا، ويتم التحاور مع مجلس الامن بشكل مباشر، مجلس الامن الدولي بشكل مباشر، ويبقى في ممثلين ليه موجودين في المنتدى القادم بحيث ان يسمعوا راي الشباب. احنا دلوقتي كل النزاعات وكل الصراعات اللي موجوده هي حوار ما بين الحكومات وما بين القوى العظمى. أيوه. طب ما تيجوا نجرب حاجه تانية، لان ده ما وصلناش لحاجه، بالعكس المشاكل مستمره. لما نشوف الشباب يقدروا يأثروا في ده ازاي، هنشوف تجارب في العالم كله، يمكن تجارب اتعرضت في المؤتمر، تجارب ملهمة جدا لحل حاجات كتيرة بالشكل ده. بصراحة الشباب المصري اتعلم كتير من التجارب اللي اتعرضت، والشباب الأجانب أو الشباب اللي جه من مختلف الدول اتعلم كتير من الشباب المصري. احنا ردود الأفعال اللي تم رصدها فعلا ردود ايجابيه جدا يتبني عليها، وترد على اي محاولات لتشويه نجاح حدث بالشكل ده. مصر قاعده تقديم نفسها للعالم بشكل اكثر ايجابيه، مصر قاعده تقديم نفسها للعالم وهي بتقول ان قوه الضاربه وثروتي الحقيقيه في شبابي مش في اي حاجه تانية. وده يمكن اتاكد في كلام بعض الحضور. احنا نلاقي الشيخ سلطان رئيس هيئه مواني دبي العالميه ابتدى كلامه ان مصر ثروتها الحقيقيه في عقول شبابها. دي حقيقه فعلا. فده رساله كان المفروض تتوصل للعالم. وبالفعل اتوصلت واتاكدت، وردود افعال المشاركين من الوفود الرسميه اكدت ان فعلا العالم وصل له رساله ان مصر عندها ثروه حقيقيه، عندها شباب قادر على العمل بانقاذ ذات. في رساله مهمه جدا اتقدمت وهي فكره الوفاء. الوفاء بان سواء في بدايه المؤتمر او في نهايه المؤتمر اتكرم شاب توفى اثناء تحضير المؤتمر. والدته راحت استلمت التكريم. الوفاء مهمه جدا، الدرس مهم للشعب المصري ان الدوله المصريه وفيه بالنسبه لشبابها. بالظبط. اتفضل. ما بتنساش ابنائها. بالظبط، ما بتنساش ابنائها. فدي كلها رسائل بصراحه، احنا لو قعدنا يعني نتكلم على الرسائل اللي حصلت واللي اتقدمت واللي اتوجهت للعالم كله، احنا محتاجين 5 حلقات بس. يعني بنحاول نختصر المشهد دلوقتي، ان فعلا مصر قاعده تقديم نفسها للعالم بشكل جديد. زي ما قال سيادة النائب، احنا احسن حمله ترويجيه حصلت للسياحه المصريه كان منتدى شباب العالم. يعني ضربنا عصفورين بحجر. بالظبط. يعني حاولنا ان احنا نعرف العالم على قد ايه الاماكن السياحيه اللي موجوده عندنا، والتامين اللي موجود. بالزبط. ومفيش. بالزبط. خوف انه اي حد من السائحين يرجع تاني يجي لمصر. هي مصر نجحت ان هي توصل رسائلها السياسيه للعالم الخارجي بشكل جيد جدا، يعني. بالزبط. في جميع المجالات، سياحيه واقتصاديه واستثماريه وسياسيا، في كل المجالات. كانت فكره فعلا ناجحه جدا. استاذ طارق، يعني احنا بنتمنى برضو انه البرلمان يكون له دور، ويا ريت لجان تنزل المحافظات تقعد مع الشباب، يعني يبقى المنتدى بس على شكل مصغر شويه.
طبعا ده مهم ودي فكره رائعه، وبعتقد ان المحافظين ورؤساء الاحياء وغيرهم من المسؤولين في الجهاز المحلي عليهم دور في امكانيه وجود نماذج مصغره من هذه المؤتمرات، لكن كمان المؤتمر يعني عشان يستمر دور المنتدى فعلا لازم يفضل موجود على الساحه. بالظبط، ده على المستوى المحلي والداخلي المصري. على المستوى الدولي احنا شايفين ان في اكثر من منصه حوار متواصل ومستمر مع الخارج. بعتقد كمان انه هذا المؤتمر كسر حاله ان احنا بقالنا سنوات يعني منغمسين على ان احنا بنكلم بعض وانشغلنا شويه عن ان احنا نكلم الاخر، فبالتالي وجد البعض هذه الثغره عشان يحاول يشوه مصر، وبالتحديد احنا شفنا الدعايه السوداء اللي بتمارسها قطر وتركيا وبعض الدول اللي بتشتري مساحات اعلاميه واسعه في بعض القنوات العالميه والجرائد وبتحاول تنال من مصر وتشوهها. فهذا المؤتمر كسر هذه الحاله وبدا يضع مصر في فكره الحوار مع الاخر بشكل موسع وبشكل كبير. اعتقد ان احنا محتاجين نبني على ده بشكل مكثف من الدبلوماسيه الحكوميه ومن الدبلوماسيه البرلمانيه. لا وكمان يعني لو ده اللي هيدل على فعلا الشباب المصري قد ايه يقدر ينجح، قد ايه هو اثبت للعالم كله انه يقدر يتخطى الصعاب، يقدر يهتم بالقضايا الداخليه والقضايا الخارجيه ايضا. انا في حاجه بس يعني افتكرتها حالا في فكره لما الرئيس مع لقائه مع رؤساء التحرير اكد على اطلاق قناه اعلاميه ناطقة بالإنجليزية وهتحاور وهتكون قناة بتحاور العالم كله. أعتقد دي خطوة مهمة على حوار الآخر، وأنا سعدت جدا بهذا الخبر لأنه إحنا جزء من مواجهتنا هي مواجهة إعلامية وحرب نفسية شرسة جدا ودبلوماسية تحتاج إلى أدوات قوية في الخارج نستطيع من خلالها أن نعبر عن الصوت المصري. إحنا أصحاب حق بس يعني بنحتاج إلى ترويج وتسويق سياستنا أكتر من كده، لأنه الباطل بقاله سنوات بيروج قضيته الباطلة. أيوة. وبالتالي بتسبب في تشويه العالم وتسبب في مشاكل وحروب ونزاعات كثيرة، وبالتالي احنا علينا دور كبير جدا خلال الفترة الجاية في تكثيف جهودنا على تسويق قضيتنا اللي هي قضية الحق والعدل والحرية والإنسانية. أكيد يا فندم، بضيف لحضرتك أنه لابد من تفعيل التوصيات والقرارات للرئيس عبد الفتاح السيسي. شكرا وإلى اللقاء.